أولا قبل ما نبدأ في الإجابة على السؤال هذا، سهوا قلت أن امتلاء السدود هو 32%، هذه تاع ديسمبر 2022، حاليا راهو يراه واحد 29%، هذه الأولى. ثانيا بالنسبة للوضعية المائية في البلاد باش نكونوا واضحين ونصارحوا أنفسنا، الوضعية نأكد أنها لا تدعو للقلق، وأؤكد الشيء هذا، هذا كلام مبني على أرقام، مبني على أسس، نحب نأكد شيء، لكن لا يمنع أنه تكون تذبذبات نظرا لأقول نقص تساقط المطاريه، لأنها أصبحت ظاهرة في وقت ما كان عندنا في 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 الجزائر بصفة عامة، كان عندنا المشكل المطروح رقم واحد هو نسبة الضياع تاع 30% ولا تجاوز 30%، وكان عندنا مشكل التسيير اللي مطروح بقوة. لكن اليوم مع السنوات الأخيرة، الأربع ولا خمس سنوات الأخيرة، ولا العائق رقم واحد بامتياز هو نقص التساقطات المطارية، المورد المائي ينقص، وهذا ترافق مع انخفاض ولا تراجع منسوب المياه الجوفية، لأنه ليعلم الجميع أنه في سنة 2022 السنة المائية تقريبا 60% من المياه الموجهة للشرب لتزويد بالمياه الصالحة للشرب كانت في حدود 3.4 مليار متر مكعب، 3.4 مليار متر مكعب 60% منها كانت من المياه الجوفية. الاتجاه للمياه الجوفية ومع الاستثمارات الضخمة اللي دارتها الدولة في القطاع الفلاحي كانت يعني بالفعل هي الملاذ الآمن لتأمين الوضعية المائية، واللي خلتنا نتجاوزوا يعني كما يقولوا السنة 2022 بصفة عامة بصفة آمنة. لكن الآن فيه استثمارات تنجز كما تكلمنا على محطة التحلية، وكذلك فيه مناقب دائما رانا متجهين كذلك للمياه الجوفية، مع ملاحظة استغلال المياه الجوفية طبقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد أنه بدون المساس بديمومتها، يعني نستغلها لكن بالقدر الكافي طبقا لأسس علمية مدروسة، حتى أؤكد على الموضوع هذا. صفة عامة أنه إحنا الأشغال الجارية عندنا على المدى القصير عدة عمليات تنجز، على المدى المتوسط وكذلك على المدى الطويل فيه استراتيجية واضحة المعالم لا يشوبها شائبة من أجل القضاء نهائيا أو إن صح التعبير من أجل تكفل أمثل بالخدمة العمومية للمياه، ومن أجل تحقيق تزويد للساكنة بالمياه الصالحة للشرب بطريقة محترمة بجداول زمنية مدروسة وتكون صحيحة إلى درجة كبيرة.